وسط احتفال بهيج وحضور رعوي لافت لأبناء الرعية، أحيت كنيسة القديس بولس الرسول اللاتين في جبيها الاحتفال بعيد الصعود الإلهي، وذلك في قداس إلهي ترأسه كاهن الرعية الأب سامر مدانات. وفي عظة القداس خاطب الأب مدانات الحضور قائلاً: هذا اليوم التاريخي الذي صعد فيه المسيح إلى السماء بجسده الطاهر هو نقطة التحول من الإيمان بيسوع المرئي وبين يسوع الذي لا يرى إلا بعيون المؤمنين، مشدداً في عظته على ضرورة المواظبة على الصلاة والحضور الدائم إلى الكنيسة. من بعد القيامة يصعد إلى السماوات، هو بكر القائمين من بين الموت، يفتتح السماء بجسده التاريخي اللي ولد من مريم العذراء متأنساً بقوة الروح القدس، والذي صلب على عهد بيلاطس البنطي، والذي قام من بين الأموات. هذا اليوم هو الحد الفاصل في تاريخ إيمان المسيحيين كله. هو نقطة التحول من الإيمان بيسوع المسيح المرئي المحسوس بالحواس اللي شافوه واللي لمسوه واللي سمعوه واللي عاشوا معه الرسل، وبين يسوع الذي لا يرى إلا بعيون الإيمان. فالقديس لوقا في كتاباته، أي إنجيل القديس لوقا البشير وسفر أعمال الرسل، يقسم الأزمنة إلى ثلاث: العهد القديم الذي يفتتحه أو يخبر عنه بحضور القديس يوحنا المعمدان آخر الأنبياء، والعهد الجديد اللي بيفتتحوا بتعاليم الرب يسوع العلنية وحياة يسوع العلنية بعد المعمودية حتى الصعود حتى اليوم، والكنيسة الناشئة حتى كنيسة اليوم، والذي يفتتح تاريخها بسفر أعمال الرسل. أين ذكر الروح القدس لوحده 50 مرة فقط في سفر أعمال الرسل؟ هذا اليوم هو فاتحة الإيمان بيسوع الذي امتداده هو الروح القدس، يسوع الذي يعلن الكلمة وينشر خلاص البشرية كلها بقوة الروح القدس الذي يعمل في الكنيسة.